إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ هنكمل إن شاء الله بإذن الله الثوراسيك نيرفز. طبعا السؤال بتاع الامتحان اسمه ايه؟ اسمه تيبيكال انتركوستال نيرف، ماشي؟ بس احنا بناخد بس فكره كده. طبعا انتوا عارفين الفيرتبرال كولوم بتاعنا ده يا دكاتره، كل سيجمنت منه بيطلع منه نيرف يمين ونيرف شمال، صح؟ الكلام ده فين؟ في السيرفايكال ريجون وفي الثوراسيك ريجون وفي اللمبر ريجون وفي السيكرال وهكذا، صح؟ طيب كل نيرف بيطلع ده اسمه ايه؟ اسمه سباينال نيرف. اسمه بيختلف حسب الريجن بتاعه. لو انا في منطقه النكه يبقى اسمه سيرفايكال، لو انا في منطقه الثوركس يبقى اسمه ثوراسيك. يبقى انا عندي فيرتبرال كولوم من جوه، حلو جدا، مطلع لي نيرف كده اسمه ثوراسيك نيرف على اليمين وثوراسيك نيرف على الشمال، حلو جدا. النيرفز دي عددهم كام؟ عددهم 12 نيرف، صح؟ اخر واحد ده اللي هو اللاست ثوراسيك ده ما بيمشيش ايه في الانتركوستال سبيسز، بيمشي تحت الرب، فبيسموه سب كوستال. حلو جدا. يعني السب كوستال ده هيمشي الكرسي بتاعه في الابدومين؟ اه هيمشي الكرسي بتاعه في الابدومين. طب خلاص، حلو جدا. اول ما الثوراسيك نيرف ده بيطلع او اي نيرف بيطلع بيتقسم لحاجتين، حاجه اسمها فنترال ريمس، دي قواعد عامه، وحاجه اسمها دور الريمس. الدور ذا الريمس ده بيعمل ايه؟ بيرجع ورا للباك. للباك يعني ايه؟ يعني ظهري، يسبلاي السكين بتاع الباك ويسبلاي المسلز بتاعه الباك. زي ما قلت لك المسلز بتاعه الباك دي بتبقى سبلايد سيجمنتالي كده، ما فيهاش الكومبلكستي بتاعه العضلات بتاعه ايه؟ بتاعه الفرونت، ماشي؟ طيب النرف اللي بيرجع ورا ده كده اسمه دور ذا الريمس، ده هيسبلاي الباك، ماليش دعوه بيه. واللي بيمشي قدام ده اسمه فنترال ريمس. طب اللي هيمشي قدام اللي اسمه فنترال ريمس ده هو اللي هيمشي في الانتركوستال سبيس؟ اه، يعني ده بتاع الفين والارتري والنيرف اللي ماشيين دول. اه هو ده. يعني معنى كده ان الانتركوستال نيرفز دي عباره عن الفنترال برايمري ريماي بتوع الثوراسيك نيرفز. ايوه، والدور ذا ريمس ده رجع ورا واشتغل شغله كله لوحده ورا، ماشي الكلام؟ يبقى أول كلمة يا دكاترة في النيرفس اللي اسمها انتركوستال نيرفس دي إن هم عبارة عن الفنترال برايمري ريماي بتاع الثوراسيك نيرفس. حلو قوي. قال لك دول هيتقسموا إزاي؟ أنا عاملة لك تقسيمة كده إيه لطيفة ليك. الفيرست والسكند دول هيسبلاي الأبر ليم. إيه ده، معقولة؟ آه. T1 وT2 دول هيروحوا للأبر ليم. من 3 ل 6 دول هيروحوا للثوركس، ماشي؟ ومن 7 ل 12 دول هيروحوا للابدومين. طب ازاي بقى قسمت لنا التقسيمه دي؟ قال لك الفيرست انتركوستال نيرف اللي هو T1 ده C8، النيرف السيرفايكال رقم 8، ماشي؟ ما انا عندي واحد، انتوا عارفين واحد زياده عشان في واحد طالع ما بين السكال وما بين الاطلس اللي هي الفيرست سيرفايكال فيرتبرا، فانا عندي 8 سيرفايكال نيرفز وعندي 12 ثوراسيك، ماشي؟ T1 ده قال لك T1 ده هيطلع يجوين البريكيال بلكسس. ايه الكلام ده؟ اه، ما احنا سمعنا عن البريكيال بلكسس، قلنا دي عباره عن ايه؟ C5 و6 و7 و8 وT1، صح؟ فاكرين لما قلنا كده؟ يعني اما قلت لك رقم 7 ده الرقم اللي في النص، مش كده؟ فوقه هتحط 5 و6 وبعده هتحط 8 وT1. 7 ده رقم مميز جدا 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 في كل حاجه، 7 سماوات و7 اراضين والسبع المثاني، يعني رقم 7 ده رقم خطير جدا، ماشي؟ طيب يبقى 7 اللي في النص ده فوق و5 و6 وتحته 8 وT1، زمان قوي يعني. T1 ده معنى كده يعني ان هو بيطلع يجوين البريكيال بلكسس. اه، يبقى معنى كده ان T1 ده طلع هيسبلاي حاجات اهو في الابر لمب، زمان قوي برضو، ماشي؟ طيب طب تعالى ال T2 ده الام سي كيو طبعا، لسه ما بدأناش السؤال النظري. طب تعالى بقى لT2، قال لك خلي بالك بقى، ده النيرف رقم 2 ده اللي هو T2 ده السكند انتركوستال نيرف ده هيطلع لي نيرف يعمل حركه غريبه جدا، مش عارفه انا حاطه فين. بسم الله. اه، النيرف T2 ده هيعمل حركه غريبه جدا. هو انتركوستال نيرف، صح؟
حلو قوي، يعني خارج من الانتركوستال سبيس عادي. قال لك ده ليه برانش، كل الانتركوستال نيرفس ليها برانشات اسمها لاترال كيوتينيوس برانش، برانش كده تطلع هنشوفهم ان شاء الله باذن الله، تطلع يعني بتسبلاي سكين في المنطقه دي وهكذا. تمشي الانتركوستال نيرف ده بتاع رقم 2، النيرف التاني ده يمشي بالعرض كده، تخيل يمشي من الانتركوستال سبيس لحد البريكيم اللي هو الابر لمب بتاعي، فسموه انتركوستو بريكيال نيرف، يعني اللاترال كيوتينيوس برانش بتاع تي 2 ده مش هيمشي السكه الطبيعيه اللي كل اللاترال كيوتينيوس برانشز بيعملوها. امال هيعمل ايه؟ يمشي بالعرض كده في الفلور اوف ذا اكزيلا لو تفتكر زمان قوي، ويسبلاي الابر هاف بتاع الميديال سايد اوف ذا ارم، يعني يمشي من الانتر كوستال سبيس لحد البريكيم لحد الدراع. هو النرف الرفيع قوي ده شايفه اسمه انتر كوستو بريكيال، ليه؟ اصله ماشي من الانتر كوستال سبيس لحد الابر ليمب، ماشي ده كده الوول بتاع التشيست. وقال لك انا بستخدمه في العمليات، اما عاوز اعمل عمليه هنا في الاكزيلا وعايز اخدر الفلور بتاع الاكزيلا ده، بدخل احقن الانتر كوستو بريكيال نيرف ده، اعمل انتر كوستو بريكيال نيرف بلوك، ماشي الكلام؟ حلو قوي. يبقى ده كده مين؟ السكند. يبقى الفيرست عرفنا قصته اللي راح جويند البريكيال بليكسس، السكند اللي هو ايه عمل القصه دي. طب من 3 ل 6 دول عاديين، دول التيبيكال انتركوستال نيرف اللي هو سؤال الامتحان. طب اللي بعد كده من 7 ل 11 قال لك دول بيمشوا كورس من الكورس بتاعهم في الثوركس وبعدين يكملوا الكورس بتاعهم في الابدومن، فبيسموهم ايه؟ ابدومينو ثوراسيك. طب اخر واحد اللي هيمشي تحت الضلوع؟ لا، ده بيمشي تحت الضلوع يعني خلاص انا خلصت الثوراسيك كافيتي، يعني بيمشي الكورس كله بتاعه في الابدومين، فاسمه ابدومين، ماشي؟ يبقى بمنتهى السهوله اول وتاني واحد زي ما قلت لك دول بيسبلاي مين؟ الابر ليمب. عن طريق مين؟ عن طريق ان واحد بيطلع يعمل بريكال بلكسس واتنين بيعمل انتر كوستو بريكال نيرف، شايف بيدي سنسيشن الحته دي. 3 ل 6 دول هيسبلاي الثوركس، و7 لحد 11 دول الابدومينال، و12 ده السب كوستا ثوراكو ابدومينال، و12 ده ايه؟ ده اللي هيدي الابدو، ماشي؟ طيب تعالى لي بقى للتيبيكال انتركوستال نيرف. اول كلمه هنقولها فيه الكلمه المعتاده لكل الانتركوستال نيرفز، ان هو الفنترال برايمري ريماي بتاع النيرفات من كام لكام؟ من 2 ل 6. طب مش انت قلت لنا 2؟ قلت لك اه، ده اللاترال بس كيوتينيوس برانش بتاعه هو اللي هيعمل حاجه مختلفه، انما بقيه البرانشات وهو ككورس هيمشي السكه بتاعته عادي. ناس تكتب التيبيكال انتركوستال نيرف يعني اللي مش هيعمل حاجه غريبه، يعني هيمشي الكورس بتاعه كله في الثوركس، ناس تقول لك من 2 ل 6 كتب، وكتب تقول لك من 3 ل 6. لقيتها في الام سي كيو من 2 ل 6 شغال، لقيتها في الام سي كيو من 3 ل 6 شغال، مفيش مشاكل خالص، حلو قوي. قال لك ده ايه بقى يا ترى؟ قال لك ده هيمشي اول حاجه في البوستيريور بارت بتاع الانتر كوستال سبيس، فين ايه؟ فين دي فين وارتري ونيرف زي ما اتفقنا، يعني ده هيبقى الموست انفيريور ستراكشر في الاستراكشرز اللي اسمهم الفان اللي ماشيين في النيورو فاسكولار بلين اللي هو بين الانترنال انتر كوستال والانر موست انتر كوستال، صح؟ حلو قوي. قال لك هيمشي بقى عشان يوصل للنيورو فاسكولار بلين ده هيعمل ايه يا ترى؟ قال لك اول حاجه هيطلع من هيطلع من السباينال كورد، يفاجئ بمفاجاه قدامه. ايه المفاجاه اللي قدامه؟ حاجه اسمها سيمباثيتيك تشين، ربنا حاطط تشين كده على جانبي الفيرتبرال كولمن اسمها سيمباثيتيك تشين. ايه قصتها دي يا ترى؟ قال لك دي عايزه تاخد سيمباثيتيك فايبرز توصلها لكل اجزاء الجسم المختلفه اللي محتاجه سيمباثيتيك. طب حلو جدا. خدنا في الفسيولوجي هو السيمباثيتيك اوت فلو ده جاي منين؟ جاي من ثوراكو لمبر، سمعت حاجه زي كده؟ والبارا سيمباثيتيك اوت فلو ده جاي من اوت فلو، جاي منين؟ كرينيو سيكرال. يعني ايه الكلام الغريب ده؟ يعني الثوراسيك ريجون واللمبر ريجون في السباينال كورد فيها سيلز زياده، ماشي الكلام، اسمهم لاترال هورن، فيها هورن زياده كده غير الفنترال هورن، ده كده الفنترال هورن والدورسال هورن فيها هورن زياده اسمه لاترال هورن.
موجود بس في الثوراسيك ريجون وفي اللمبر ريجون. يعني النيرف اللي خارج ده من الاخر في سيمباثيتك، في سيمباثيتك نيرف فايبرز ماشيه فيه. طيب والسيمباثيتك تشين دي واقفه عايزه ايه؟ عايزه من السيمباثيتك ده، فاهمين الفكره؟ عايزه تاخد فايبرز من السيمباثيتك اللي ماشي فيه ده وتطلعها او تنزلها، لان انت ثوراكو لمبر انت مصدر السيمباثيتك اوت فلو بتاعي، فانا عايزه من السيمباثيتك فايبرز دي واطلعها بقى اوزعها زي ما انا عايز، او انزلها اوزعها زي ما انا عايز. فبالتالي لازم التيبيكال انتركوستال نيرف اللي هو من 2 ل 6 ده يبعت برانش صغير كده للسيمباثيتك جانجليون دول ويقول لها اتفضلي يا ستي انا مش هبخل عليكي، هبعت لك برانش بري جانجليونيك بيبقى مايلينيتد. المايلين شيث لونه ابيض لانه ريتش ان ليبت صح، فاسمه وايت تريموس كوميونيكانس. يقول لها اتفضلي خدي زي ما انت عايزه كده وطلعي السيمباثيتك زي ما انت عايزه، بس من فضلك انا كمان عايز سيمباثيتك. تقول له عايز سيمباثيتك ليه؟ بيقولها اصل انا هدي بعد شويه كيوتينيوس برانشز، ده انا رايح ادي سكين صح، والسكين اللي انا بديه طب ما هو برده محتاج سيمباثيتك اوت فلو، مش انتوا عارفين كده؟ الهير فوليكلز دي مش يقول لك اما الواحد يخاف شعره يقف واريكتور بايلي ماسل وكلام زي كده، وعندي سويت جلاند صح محتاج برده ادي لها سيمباثيتك انرفيشن. فلو سمحتي انا عايز انا كمان ترجعي لي حبه سيمباثيتك. قالت له خلاص انا هرجع لك حبه من السيمباثيتك بتاعك اللي انت اديته لي ده، بس السيمباثيتك اللي راجع ده هيرجع في يعني برانش كده صغنن خالص انمايلينيتد، اسمه ايه يا ترى؟ اسمه جراي ريموس كوميونيكانس. ليه ما هو عشان انمايلينيت ما فيهوش المايلين شيس اللي لونه ابيض فلونه بقى جراي، فرجعت الفايبرز في مين؟ في الجراي ريموس كوميونيكانس. حلو، وبعدين مشي التيبيكال انتركوستال نيرف ده ورا. حلو قوي، قال لك ده انا ورا كنت قايل ده انا عندي عضله كان اسمها ايه دكاتره؟ قالوا كان عندي عضله هنا كده اسمها انترنال انتركوستال صح، وكان عندي عضله خارجيه اسمها اكسترنال انتركوستال، وكان عندي عضله داخليه اسمها انر موست انتركوستال صح. قالوا ده النيرف ده ناوي يمشي، انا قلت لك هو ناوي يمشي، مش هو الموست انفيرو ستراكشر في الفان، يعني هو ناوي يمشي في المكان اللي ما بين مين ومين يا ترى؟ اللي في النيوروفاسكولار بلين، اللي ما بين الانترنال انتركوستال والانر موست انتركوستال صح. طيب قال لك طب هل الانترنال انتركوستال دي مكمله للاخر هنا؟ قالوا لا صح، امال ايه يا ترى؟ قالوا دي مكمله ورا حته كده صغيره اللي ورا دي مكمله بممبرين اسمه انترنال انتركوستال ممبرين، ما بتكملش فليشي للاخر. يبقى هو عشان يوصل للمكان ده هيمشي ما بين الانترنال انتركوستال ممبرين ده، وهنا مفيش انر موست انتركوستال صح. الانر موست انتركوستال انتوا عارفين من معلوماتكم دي موجوده في الميدل هاف، بس يعني هيمشي في الحته دي ما بين البلورا وما بين الانترنال انتركوستال ميمبرين، وبعدين يدخل في المكان النيوروفاسكولار بلين اللي هو متعود عليه اللي هو انترنال لي تبقى الانترنال الانر موست انتركوستال، ومن بره المين يا دكاتره؟ الانترنال انتركوستال. حلو، وبعدين يكمل مشي في النيوروفاسكولار بلين لحد ما يجي لحد قدام. طب لما جه لحد قدام قال لك بقى وراه الايه؟ العضله اللي اسمها مين يا دكاتره؟ الانترنال انتركوستال، لانها مكمله لحد قدام لحد الاسترنم صح. تمام، بس لاترال لي هو كان لاترال لي وهو في النص كده الانترنال انتركوستال وبره خالص الاكسترنال انتركوستال. طب لما جه لحد قدام هل الاكسترنال انتركوستال دي مكمله للاخر؟ لا، دي مش مكملة فليشي للآخر، دي مكملة بممبرين اسمه external intercostal membrane. ليه بتقولي الكلام ده؟ أصله لما وصل لقدام هيجي لحد قدام كده ويخرم الثوراسيك وول جنب الاسترنم على طول، يعمل برانش اللي انتوا شايفينه ده يا دكاترة اسمه anterior cutaneous branch. طب الانتيرور كيوتينيوس برانش ده عشان يدي الجلد يوصل للسكين ويطلع لي قدام كده يخرم ثلاث حاجات ورا بعض.
مين الثلاث حاجات دول؟ زي ما انا كاتبه لك كده، عضله ميمبرين عضله. ايه هي العضله؟ الانترنال انتركوستال. طب ازاي؟ ما هي مكمله لحد قدام لحد الاسترنال، الممبرين بتاعها ده كان ورا صح. ويخرم ممبرين، الممبرين اللي هو مين؟ الاكسترنال انتركوستال ممبرين. ليه؟ اصل الاكسترنال انتركوستال بادئه من ورا، لكن من قدام قلبت ممبرين اسمه اكسترنال انتركوستال ممبرين. وبعدين يخرم العضله اللي كانت ماسكه في الابر 6 ايه كوستال كارتليج زمان قوي، فيخرم عضله ممبرين عضله، يخرم الانترنال انتركوستال والانتيريور انتركوستال ميمبرين او الانتيريور انتركوستال ميمبرين، ويخرم العضله اللي اسمها بيكتوراليس ميجر. يبقى تاني تعال نشوف رحلته. قلت لك هو عايز يمشي في النيورو فاسكولار بلين، وهو ماشي في النيورو فاسكولار بلين قدامه من هنا الانر موست انتركوستال دي اوكيباينج الميدل بارت، يبقى ما بين البارايتال بلورا ومين؟ والانترنال انتركوستال ميمبرين اللي هو البوستيريور انتركوستال ميمبرين. وبعدين مشي في النيورو فاسكولار بلين، وبعدين جه قدام مشي بتوين مين يا دكاتره؟ الانترنال انتركوستال، الانترنال انتركوستال دي وراه، وبعدين وراها الاكسترنال انتركوستال ميمبرين اللي هو الانتيرو انتركوستال ميمبرين، وبعدين البكتوراليس ميجر. خرم الثلاث حاجات دول ووصل لحد قدام، ماشي الكلام؟ طبعا هو هنا قدام قلت لك الانر موست انتركوستال دي اوكيوباينج الميدل بارت، يبقى هنا قدامه كان في بلورا وهنا برضو قدامه كان في بلورا، يعني هنا قدامه بلورا وهو ورا وبوستيرور انتركوستال ميمبرين، وهو قدام قدامه بلورا وبوستيرور انتركوستال ميمبرين، ماشي الكلام؟ اسفه قدامه بلورا ووراه الانترنال انتركوستال والايه انتيرور انتركوستال ميمبرين، معلش. طيب تعالى بقى ايه، بص لي على برانشاته طول ما هو ماشي كده. اول حاجه انا قلتها لك مين يا دكاتره؟ الجانجليونيك برانشز صح. الجانجليونيك برانشز اللي هم الوايت ريموس كوميونيكانز والجراي ريموس كوميونيكانز اللي احنا حكينا القصه بتاعتهم. حلو، وبعدين قال لك وبعدين اداني وهو ماشي في المكان اللي اسمه نيوروفاسكولار بلين ده برانش تحته. ايه ده؟ سمعتك بتقول الحكايه دي في الارتري. النيرف برضو يدي برانش تحته تابع ليه يعني صح، اسمه كولاترال برانش. فاكر لما قلت لك لما تدخلي بالنيدل ادخل في نص الانتركوستال سبيس علشان في فوق نيرف اصلي اللي هو الفان وتحت فيه الكولاترال برانش بتاعه، فاكرين حاجه زي كده؟ ايوه. يبقى معنى كده ايه؟ ان الكولاترال برانش ده هيمشي على الابر بوردر بتاع الريب بلو. طب ليه انت كولاترال برانش ما كان ماشي زي الباشا؟ اصل انا محتاجه سبلاي العضلات دي كلها، فالكولاترال برانش ده بيدي الماسلز اللي اسمهم انتركوستال ماسلز. حلو، وبعدين قال لك اول ما يوصل عند الانجل بتاعه الريب الزاويه بتاعه العضله يدي برانش على اللاترال سيرفيس بتاع الثوركس اسمه lateral cutaneous branch. طب ركز معايا، اللاترال cutaneous branch ده عشان يخرج كده عند الانجل بتاع الرب يعني في نص المسافة تقريبا صح، عشان يخرج بره كده يخرم عضلتين. مين هم العضلتين؟ الانترنال انتركوستال والاكسترنال انتركوستال. انا فاهم الدنيا مترتبة ازاي صح؟ حلو قوي. يبقى خرم الانترنال انتركوستال والاكسترنال انتركوستال، وخرم على فكرة العضلة اللي كانت واخدة 8 فليشي ديجيتيشنز ماشي من الابر 8 تريبس كده اللي هي اسمها سيريتاس انتيريور، يخرم برضو العضله اللي اسمها سيريتاس انتيريور، ويتقسم لبرانش يجي قدام انتيريور برانش وبرانش يرجع ورا بوستيريور برانش. يعني انا لو جبت دبوس وشكشكت العيان في الميد اكزيلاري لاين وقلت له حاسس ولا مش حاسس، العيان حاسس بانه برانش من الانتركوستال نيرف يا ترى؟ اللاترال كيوتينيوس برانش. حلو جدا. قال لك طب تعالى هيكمل ماشي في النيورو فاسكولار بلين ويكمل ماشي لحد قدام زي ما اتفقنا، هيبقى جوه عنده البلورا وبره في مين؟ الاكسترنال انتركوستال. وبعدين يا دكاتره هيخرم العضله ميمبرين عضله اللي قلنا عليهم الانترنال انتركوستال والانتيرور انتركوستال ميمبرين، ومين يا دكاتره؟ والعضله اللي اسمها مين؟ بكتوراليس ميجو. ويطلع برانش تاني اللي انتوا شايفينه ده، اسمه ايه البرانش ده؟ anterior cutaneous branch.
اللاترال، عشان انا على اللاترال سايد احط ايدي على الميد اكسلري لاين بتاعي كده، الاقي اتقسمت لتو برانشز، واحد قدام انتيرور وواحد ورا بوستيرور. الانتيرور انتركوستال، الانتيرور كيوتينيس اللي قدام بيتقسم لاثنين، ميديال برانش ولاترال برانش، ماشي الكلام؟ طيب، وطول ما هو ماشي بيدي برانشات اسمها ماسكولا، وبيدي جوينتس، الجوينتس اللي عدى عليها دي كلها ببرانشات اسمها ارتيكولار، وبيدي البلورا لانه في فترات كتيره من حياته زي الفتره اللي قدام قوي دي والفتره اللي ورا قوي دي كان قدام البارايتال بلورا، صح؟ فبالتالي يدي برانشات اسمها بلورال برانشز. طب تعالى لي بقى كده نمشي معاه الكورس بتاعه كده من اوله لاخره، تمام؟ وانا ماشي كده خرجت من الايه الفيرتبرال كولم، اديت بري جانجليونيك اللي هو وايت ريموس كوميونيكانز، وخدت بوست جانجليونيك اللي هو ايه اللي هو جري ريموس كوميونيكانز، وبعدين مشيت ما بين البلورا وما بين الانترنال انتركوستال ميمبرين، وبعدين اللي هو البوستيرور انتركوستال ميمبرين، وبعد كده مشيت في بلين اسمه نيوروفاسكولار بلين بين الانر موست انتركوستال ومين يا دكاتره؟ والانترنال انتركوستال، واديت برانشات كده الصغننه دي طول ما انا ماشي ماسكولار برانشز، ماشي؟ اديت برانش مشي تحتي اللي انتوا شايفينه ده كولاترال برانش، صح؟ حلو قوي. وبعدين خرجت برانش عند الميد اكزيلري لاين كده اسمه لاترال كيوتينيوس برانش، وبعدين كملت قدام وانا ماشي لسه في النيوروفاسكولار بلين ده، وبعد كده طلعت برانش على اللاترال بوردر بتاع الاسترنم على طول اسمه البرانش ده انتيريور كيوتينيوس برانش. وانا بدي لك الانترنال ميموري ارتري قلت لك بص التيبيكال انتركوستال نيرف عدى قدام الانترنال ميموري ارتري لو تفتكر، ماشي الكلام؟ يبقى ده كده الانتيريور كيوتينيوس برانش. يبقى برانشاته مين؟ جانجليونيك، حلو، ماسكولار، حلو، لاترال كيوتينيوس، حلو، انتيريور كيوتينيوس، حلو. وقلت لك طول ما هو ماشي مدي ارتيكولار ومدي بلور. هتحفظهم ازاي؟ بيرز كده زي ما انا محفظهم، وتجرب بايدك مره الكورس مره والبرانشز مره. اتنين برانشز جانجليونيك وانت عارف الديتيلز بتاعتهم، اتنين برانشز ماسكولار. ازاي قلت لنا اتنين ماسكولار؟ ما هو الكولاترال برانش ده بيدي ايه؟ بيدي الانتركوستال ماسلز، وهو بنفسه طول ما هو ماشي مدي البرانشات الصغيره دي اللي اسمها ماسكولار برانشز. يبقى اتنين جانجليونيك، اتنين ماسكولار، اتنين كيوتينيوس. فين اسامي الاتنين كيوتينيوس يا ترى؟ قال لك واحد اسمه لاترال كيوتينيوس وواحد اسمه انتيريور كيوتينيوس، وبعدين ارتيكولار وبلورال. يبقى انت هتحفظهم كده، اتنين جانجليونيك، اتنين ماسكولار اللي هو الكولاترال والماسكولار، اتنين كيوتينيوس اللي هو انتيريور كيوتينيوس ولاترال كيوتينيوس، وارتيكولار وبلورال. طب تعالى هثبتها لك كده بكام سؤال ام سي كيو، تعالى نشوف. ذا انتركوستال نيرف جيفز تو كيوتينيوس برانشز اند تو ماسكولار برانشز، ايه رايك ترو او فولس؟ اه طبعا ترو، ده انا لسه محفظها لك، صح؟ اتنين كيوتينيوس اللي هما اللاترال كيوتينيوس والانتيريور كيوتينيوس، واتنين ماسكولار اللي هو الكولاترال والماسكولار ذات نفسهم. طيب the intercostal nerve supplies the intercostal muscles twice by the main nerve muscular and by its collateral branch. اه طبعا، تمام. طيب pain of osteoarthritis، وجع الاوستيوارثرايتس. اي يا ايه ده، انا لما باجي افرد كده ضلوعي يا دكتوره بحس بوجع قدام، او لما باجي اتنفس كده بحس بوجع عند الاسترنم كده، اصل كان عندي كحه بقالي فتره. الوجع بتاع الاوستيوارثرايتس ده is felt through the collateral branch of intercostal nerve، صح ولا غلط؟ غلط، برافو عليكم. ليه؟ لان الكولاترال ده بيدي عضلات muscles، امال felt through ايه؟ الarticular branch، صح كده؟ طيب the intercostal nerve gives autonomic branches to the visceral pleura، ايه رايك صح ولا غلط؟ غلط، برافو عليكم. ليه؟ هو بيدي بلورا، بس انهي بلورا؟ بيدي البارايتال بلورا، صح؟ لان احنا قلنا هو ان كونتاكت ورا مع البارايتال بلورا. حلو جدا. يبقى دي كده البرانشز بتاعت مين يا دكاتره؟ بتاعت الانتركوستال نيرف. بص بقى، انت هتلاقي في الكتاب في حاجه اسمها انتركوستال ارتريس، صح؟ الانتركوستال
الارتريس. انا عايزاك اولا تعرف لي بس معلومات الام سي كيو دي، خلاص ما فيهاش الحاجات التانية دي، عارفينها يا ولاد؟ الكيوتينيوس انرفيشن ده سهل قوي، عارفينه؟ فوق الاسترنال انجل انا عندي كده اناتوميكال لاند مارك كده، اللي هي مين؟ اللي هي الاسترنال انجل اللي احنا متعودين عليها، صح؟ اللي هي فين؟ اللي هي بص يا دكاترة، بص انا بقول لك بقى، انت هتلاقي في الكتاب انتركوستال ارتريس، صح؟ الانتركوستال ارتريس احنا متفقين ان احنا قدام، انا عندي 9 انتركوستال سبيسز، صح؟ مش احنا متفقين على كده من الاول ان في 2 ريبس ورا اللي هم فلوتنج ريبس دول؟ حلو، يبقى انا عندي من قدام 9 سبيسز ومن ورا 11 سبيسز. قلنا من قدام عندي الانترنال ميموري اللي خلص عند ال 6 سبيس، يبقى انا عندي انتيرور انتركوستال ارتريز لحد رقم 6، دول طالعين منين؟ من الانترنال ميموري. قلت لك طلع 2، صح؟ علشان الاناستوموز مع الاثنين اللي من ورا اللي هو الارتري نفسه والكولاترال برانش بتاعه، الكلام مش للنظري، كلام الام سي كيو بس، ماشي؟ طيب اللور بقى 3 دول طالعين من مين؟ قلت لك اطلعهم من الماسكلوفرينك ولا من السوبيريور ابيجاستريك؟ من الماسكلوفرينك. حلو جدا، تعالى لي بقى للبوستيرور انتركوستال ارتريز. البوستيرور انتركوستال ارتريز اتفقنا 11 والواحد السب كوستال، ركز معايا بقى. واحد واثنين بوستيرور انتركوستال ارتريز اللي هو اللي ماشي في اول سبيس واللي ماشي في تاني سبيس، دول طالعين منين؟ قال لك واحد واثنين بوستيرور انتركوستال ارتريز دول طالعين من ارتري اسمه سوبيريور انتركوستال ارتري اللي انت شايفه ده. ايه القصه؟ قال لك انا عندي ارتري اللي انت شايفه ده كده اللي اسمه ايه يا دكاتره؟ اسمه سابكليفيان ارتري. السابكليفيان ارتري ان كنت قسمته 3 بارتس، فاكرين فيرست بارت ده اللي طلع منه الانترنال ميموري، وده سكند بارت، وده ثيرد بارت. السكند بارت ده يا دكاتره بيطلع منه ترانك صغير كده اسمه كوستو سيرفايكال ترانك، ماشي الكلام؟ كوستو يعني هيدي ايه؟ هيدي برانشات هتمشي في الانتركوستال سبيسز، وسيرفايكال يعني هيروح يدي النك. الكوستو سيرفايكال ترانك ده يبعت ارتري اسمه سوبيريور انتركوستال، ليه؟ ده اعلى حاجه، صح؟ اعلى حاجه في الانتركوستال سبيسز، عالي قوي، سوبيريور انتركوستال. السوبيريور انتركوستال يدي 2 برانشات، فيرست بوستيريور انتركوستال وسكند بوستيريور انتركوستال. يبقى تاني، البوستيريور انتركوستال ارتريز دول طالعين اصلا من الديسندنج اورتا كلهم ما عدا اول 2. البوستيريور انتركوستال ارتريز دي يعني انا لو بصيت على الديسندنج اورتا من ورا الاقيه متخرم كده على الجنبين، ليه؟ مطلع بوستيريور انتركوستال ارتريز. طب مش انت قلت لنا دول 2؟ لا، هو واحد وبيدي كولاترال برانش، ماشي؟ يبقى واحد وبيدي كولاترال، واحد وبيدي كولاترال، ده البوستيريور انتركوستال. حلو، قال لك تعالى لي بقى لمين يا دكاتره؟ لاول وتاني بوستيريور انتركوستال، دول بيطلعوا من واحد اسمه سوبيريور انتركوستال. السوبيريور انتركوستال ده طالع من ترانك اسمه كوستو سيرفايكال ترانك. الكوستو سيرفايكال ترانك ده طالع من مين؟ من السكند بارت اوف سب كليفيان ارتري. يبقى حد شاطر يقول لي ازاي السب كليفيان ارتري ده شيرد في السبلاي بتاع الثوراسيك وول؟ قال لك ده طلع انترنال ميموري اللي اداني، وهو وابنه اللي هو الماسكولوفرينيك اداني كل الانتيرور انتركوستال، ودا كوستو سيرفايكال ترانك اللي ادى سوبيريور انتركوستال اللي ادى الفيرست والسكند بوستيريور انتركوستال. طب ما هو مش معقول السب كليفيان ده بقى هيكمل، ده خلاص، ده يا جماعه ده مكمل اكزيلر، دي مش سكته اصلا، صح؟ طب بقيت بقى كل البوستيريور انتركوستال من على الناحيتين يمين وشمال يطلعوا من مين؟ يطلعوا من الديسندنج اورتا، ماشي؟ يبقى ده الديسندنج ثوراسيك اورتا لحد اخر واحد السب كوستال من 3 ل 11 كلهم هيطلعوا من مين؟ من الديسندنج ثوراسيك اورتا، ماشي الكلام؟ طيب طبعا للناس الشاطره، ليه الثوراسيك اورتا ده؟ طب ما كان كمل جميله بقى وكانوا اول اتنين دول طلعوا منه، قال لك اصل هو بيبتدي اصلا عند الليفل بتاع مين؟ الناس اللي سمعت ميدياستاينم، بيبتدي عند الليفل بتاع تي 4، يعني دي ده مش مكانه، فاهمين الفكره؟ هو فوق مفيش ثوراسيك اورتا، مفيش ارش اوف ذا اورتا،
الديسندنج اورطة ده بيبتدي عند ليفل بتاع تي 4. قلت لك الليفل اللي خلص عنده الاسندنج وبدأ القرش وخلص القرش وبدأ الديسندنج، صح؟ عشان قايله لك ده نفس الليفل، هو هو الليفل الخطر ده اللي بين تي 4 وتي 5. حلو، يبقى دول كده البوستيريور انتركوستال بدأ من اول كام؟ من اول الثيرد بوستيريور انتركوستال. ماشي الكلام؟ يبقى تاني الكلام اللي احنا قلناه، ادي السب كليفيان طلع كوستو سيرفايكال ترانك، كوستو سيرفايكال ترانك ادى سوبيريور انتركوستال، ادى فيرست وسكند بوستيريور انتركوستال، الباقي كله مكمل من مين؟ من الديسندنج اورتا. كلام طبعا يمين وشمال، خلاص؟ طيب دول اللي احنا شايفينهم اهو، الاول والتاني من السوبيريور انتركوستال والباقي كله ديسندنج ثوراسيك اورتا. ماشي؟ طيب قال لك بقى قال لك انت هتلاقي بقى في الكتاب برانشات لمين؟ للانتركوستال ارتريز. برضو قلت لك ايه؟ مش للامتحان، دي بنمشي بيها حالنا. ماشي الكلام؟ قال لك بص، مش انا كان عندي في النيرف ده اللي اسمه تيبيكال انتركوستال نيرف، قلت لك ده الانتركوستال نيرف الثوراسيك نيرف ده اول ما بيطلع بيدي فنترال ريمس اللي هو هيعمل الانتركوستال نيرف وبيدي دورزال ريمس. اه يعني في برانش من الاخر راجع لورا، صح؟ احنا اللي مسمينه دورزال ريمس، مش كده؟ في واحد بقى برانش تاني برضو راجع لورا كده من الارتري، من الارتري، بس اللي راجع من ورا لورا من الارتري ده اسمه دورزال برانش، يعني ده اسمه دورزال ريمس، بس ده مش برانش من الانتر من التيبيكال انتركوستال، لان التيبيكال انتركوستال ده الفنترال برايمري ريمس. اه بس في واحد زيه كده طالع من الارتري اسمه دورزال برانش برضو. ماشي الكلام؟ طب وانا ماشي هنا كان الارتري بيديني كولاترال برانش والنيرف برضو بيديني كولاترال برانش، حلو جدا. طب النيرف كان بيديني لاترال كيوتينيوس برانش، الارتري برضو بيديني لاترال كيوتينيوس برانش. ركز معايا بقى، النيرف كان بيديني انتيريور كيوتينيوس، صح؟ بعد ما بيخلص سكته. لا، البوستيريور انتركوستال ارتري ده ما بيديش انتيريور كيوتينيوس. ليه؟ لان انا عندي بديل ليهم. مين البديل بتاع الانتيريور كيوتينيوس؟ البرفوريتنج برانشز بتاعه الانترنال ميموري ارتري وابنه اللي هو الماسكولوفرين. ماشي الكلام؟ طب لو سالتك في الكومبليت كده، ذا بوستيريور انتركوستال ارتريز ارايز فروم نقط اند نقط، منين؟ من السوبيريور انتركوستال واحد واثنين، ومن الديسندنج اورتا 3 ل 12. طب الانتيريور انتركوستال ارتريز ارايزز فروم نقط اند نقط، ارايزز فروم ايه يا دكاتره؟ ارايزز فروم الانترنال ميموري لحد رقم كام؟ 6، ومن 6 ل 9 من مين؟ من الماسكولوفرينيك ولا السوبيريور ايبيجاستريك؟ ماسكولوفرينيك. طب وبعد 9 اشمعنى وقفت عند رقم 9؟ لان مفيش قدام دي، فاهم الفكره؟ طيب تعالى بقى نبص، برانش للنيرف واخوه للارتري اسمهم ايه؟ لاترال كيوتينيوس. طب برانش للنيرف اسمه انتيريور كيوتينيوس، اخوه بتاع الارتري، بص كده ركز معايا، جاي من انه ارتري ده؟ من الانترنال ميموري. ماشي الكلام؟ حلو قوي. طب كولاترال وكولاترال مشتركين في النيرف ومشتركين في الارتري، عشان احفظ مره واحده بس، جانجليونيك برانشز، انا في واحد طار ورا كده، ده اللي هو مين؟ ده الدورزال ريموس، ده مش برانش من النيرف، انما في واحد اسمه دورزال برانش من الارتري. ماشي الكلام؟ جانجليونيك برانشز ركز معايا في النيرف ما فيش زيها في الارتري، بس بص بقى شايف الارتري ده، بص مش ده الاورطه اهو، ودول الرايت بوستيريور انتركوستال ودول ليفت بوستيريور انتركوستال، وقلت لك في المحاضره اللي فاتت ده الرايت بوستيريور انتركوستال اطول من الليفت بوستيريور انتركوستال عشان الاورطه موجوده على ناحيه الليفت سايد اكتر، يعني كل دي برانشات الارتري، صح؟ قال لك بص بقى، بيبعت برانش كده يدخل جوه السباينال كورد يسبلاي السباينال كورد اسمها سباينال برانشز. يبقى كاني هحفظ ان الجانجليونيك دي قصادها من الناحيه الثانيه سباينال، بس انت كبير وعاقل فاهم، الجانجليونيك دي بره وعلاقتي بالسمباثيك تشين وانا مشيت ورا السمباثيك تشين وعملت معاها التبادل ده والكلام ده كله، انما ده سباينال، بس انا بحفظهم عشان احفظهم بيرز كده مع بعض. ماشي الكلام؟ كده الدنيا سهلت خالص. مين اللي راجع ورا ده؟ ده الدورزال ريموس، بس في نفس الوقت مين؟ الدورزال برانش بتاع الارض، ماشيين مع بعض. ده كولاترال وكولاترال، او هنا انا مش هوريلك عليهم، هنا كولاترال وكولاترال، لاترال كيوتينيوس ولاترال كيوتينيوس، انتيريور كيوتينيوس بتاع النيرف وبرفوريتنج بتاع الانترنال ميموري ارتري. ماشي يا دكاتره؟ كده في مشاكل؟ يبقى انا عايزاك اللي هتسمعه بايدك، قلت لك الثلاث مواضيع الرئيسيه، بقيه المواضيع كلها وكلينيكال وابلايد والكلام ده كله ايه؟
نمشي حالنا فيه كده، مفيش فيه مشاكل خالص. ماشي يا دكاترة؟